السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم غراتان ديال لي زيبينار والصومون مع الشامبينيون مع البصيلة، راه كتجي زوينة. وتبعوا معايا الطريقة، نبداو بالمقادير على بركة الله. عندي الزيت قيمت واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت، عندي واحد بصلة كبيرة مقطعة رقيقة، كتقطعوها رقيقة، قطعها رقيقة مزيان. انا ما عنديش البورو، الا توجد عندكم البورو ديروه راه كيجي زوين. غادي نضيف الملح يتزار وغادي نخليهم يتشحروا على خاطرهم هكذا فوق البوطه. ضفت عليهم واحد جوج دروس ديال الثوم صغارين شويه ماشي كبارين، مويان، وغادي نخليهم يتحمروا مع البصله هكذا بهذه الطريقه. انا كما قلت لكم الا تواجد عندكم البورو ديروا البورو، راه زوين كيجي بزاف كيعطي واحد البنه. ضفت شامبينيو قيمت واحد ربعة ديال الحبات ديال الشامبينيو على حساب القياس اللي عندي انا، وانتم الا كان عندكم كثير راه غادي ديروا كثير، غضاعفوا المقادير. كان عندكم داكشي على حساب الاشخاص اللي عندكم ثلاثة ولا أربعة كديروها تكتفوا هذا القياس. بركة. غادي نضيف واحد النقيطه ديال الماء باش هكا يعاون ليا البر يطلق الماء ديالته والبصله باش ما يتحرقوش ليا. وضفت عليهم لي زيبينار، لي زيبينار قطعتها سلقتها وحسفيت من هذاك الماء ديالها باش نتاكد انه ما بقاش عندي مره ما فيهاش المرور. وغادي نخلطها مزيان حيت راه عندي كلشي طايب، راه كتجي زوينه مع الصومو كتجي فنه. نتوما ماشي بالضروره يكون عندكم الصومو ديروا الدجاج، ديروا كفته ديال الدجاج او كفته ديال اللحم، ديروا نوع اخر ديال الحوت الا كان عندكم. انا تواجد عندي هذا درتو، ضفت عليه شويه الصومو. انا الصومو عندي طايب نادي، غير نخلطهم مزيان مع هاد المقادير. انا كما قلت لكم ما تكلفوش على راسكم، ما عندكمش الصوموم ما ديروش، ماشي بالضروره ديروا اي حاجه وجدت عندكم ديروها، ماشي ان هذه الوصفه عطيتها فيها الصوموم ان خصنا نديروا الصوموم، لا انا عطيت الوصفه بالصوموم ولكن تقدروا نتوما ديروا فيها بزاف ديال الطرق. غادي نضيف عليها واحد ثلاثه المعالق كبار ديال الكريم ديال صوص بيشاميل عفوا باش تجمع ليا ما يجينيش شاحف، حيت هي كتجي زوينه تبارك الله كتجي غزاله هكذا. وما غاديش نطيبها بزاف، غنطفي عليها صافي. من بعد ما طيبتها سلقت لي بات ديالتي سلقتهم وغادي نخلطهم معاهم، راهم كيجيو زوينين. هادو هما الصومو ديالتي مع لي زيبينار مع الشامبينيو، غادي نخلطهم. انا غنخلطهم في هاد المول هذا، غنخشيهم ديريكت في الفران، غادي نخلطهم فيه. انتم ما بغيتو ديروا في شي اناء واحد اخر يمكن لكم ديروه، انا ما بغيتش نكثر عليا الروينه، غنخلطو في هذا في نفسه وغادي نخشيه في الفران. غادي نضيف لي بات ديالتي، هاد المقارونيه هذه انتم تقدروا ديروا اي وحده ديروها ما كاينش مشكل، الا الطوالي ما ديرهمش، الا بغيتو ديرهم قطعوهم شويه. غادي نخوي عليهم شويه ديال لا كريم فريش، حيت لا سمحوا ليا صوص بيشاميل، صوص بيشاميل الكل كيعرف يسيبها، راه حضرتها معكم عده مرات
ما بغيتش نعاود نوجدها، لانه وجدتها معكم شحال من مره وتبارك الله كل شيء كيعرف يديرها. وغادي نخلطها بحال هكا الطريقه، نخلطها مزيان ونعاود نضيف المكونين اللي بقاو معاها ونخلط شويه بشويه. راه كل شيء طيب، كتخشيوها الا تغاتينا في الفران فقط. ها كتجي لذيذه كما قلت لكم، كتجي غزاله. وماشي انا كنعاود ناكد عليكم، ماشي بالضروره الصومو. وغنعاود نخلط مزيان ونضيف عليها شويه ديال الفرماج من الفوق وندخلها تحمر في الفران. راه كل شيء طايب، ما غاديش تاخد لكم واحد الوقت كتير في الفران، ما غتاخدو لكمش. كتجي وجبة العشاء خفيفة زوينة هكذا، ها كل شيء يبغي ياكلها، الدراري الصغار وحنا الكبار راه كل شيء كتعجبو. غادي نضيف عليها شويه ديال الفرماج من الفوق ونخشيها في الفران تغاتينا ونخرجها. كل شيء طايب، ما غتاخدش مني واحد الوقت طويل، واحد 20 دقيقه تقريبا بحال هكاك، حيت دابا شويه الحال بارد، كل شيء بارد. يلا يسخن الفران، طبسيل بارد. وكتجي وجبه خفيفه وزوينه وفي نفس الوقت راقيه، تقدروا تقدموها للضيوف ديالكم، تقدروا ديروها تكون كتكون عراده كتعمروا بها البيفي، كتجي زوينه حتى هي وفي نفس الوقت راها كتسكر. ها هي خليتها في الفرن حتى طيب على خاطرها. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الغراتان بلي بات والصومو وليزيبينار. بالصحة والراحة، وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلايك واشتراك، وشكرا لكم.